تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، أحب أني أرحب بفريق العمل اليوم معايا في التنسيق والمتابعة، الأستاذ محمد عمر صبحك الله بالخير والنور، الإعداد أستاذ يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل صباح الخير. أنا محدثكم عبد الله جمعة، ويا مرحبا بكم سهلة. مستمعين الأعزاء، أحب أني أذكركم بأرقام التواصل معنا على 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما عودناكم مستمعينا الأعزاء، أول فقرة من فقراتنا لهذا اليوم بناخذه مع زميلتنا أسماء الجناحي، وعن موضوع السوشيال ميديا. أختي أسماء صبحك الله بالخير والنور والعافية. السلام عليكم أخوي عبد الله، عليكم على كل المستمعين إذاعة نور دبي. عليكم السلام. ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي. أمس كنا مركزين على التبرع بالدم، وخصوصا أن يعني هناك مرضى دائما يحتاجون للدم، مثل المصابين بالثلاسيميا، اللي عندهم النزيف، أمراض الدم المزمنة، أمراض السرطان، وهذا دائما بحاجة إلى متبرعين بالدم. وهي يعني الحين فرصة أن الواحد مثلا ممكن يروح مركز تبرع بالدم ويتبرع لهالمرضى اللي يحتاجون إلى هاي، يعني يحتاجون بشكل دوري إلى الدم. فنحن كنا حاطين شيء بس يعني للتذكير، أنه يعني لا تنسون أنه في أشخاص يعني دائما يحتاجون، وهي فرصة أصلا أن أنتوا تكونوا تتبرعون بالدم. أيضا من ضمن الخدمات اللي موجودة عندنا هي خدمة طبيب مثل المواطن، ووايد رسائل قاعد توصلنا يشكرون يمدحون في الخدمة، وهذا شيء يسعدنا. صح كان في ضغط لأن ما شاء الله وايد اتصالات، لكن الرسائل اللي قاعد توصلنا عن خدمة طبيب مثل المواطن جدا رائعة، ويسعدنا فعلا أن الخدمة يعني نالت على يعني تقبل وسعادة الكثير من المتعاملين. يعني هذا من الأشياء نحن نشوفها في قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة أمس في قنوات التواصل الاجتماعي، وهو إعلان وزارة الصحة وقاية المجتمع عن 150 حالة جديدة مصابة بكورونا وحالتين وفاة. هذه من ضمن الأشياء اللي كانت توب ترند يوم أمس في قنوات التواصل الاجتماعي. نحب نذكر الجميع أهمية أنهم يلتزمون بالإرشادات الصحية والوقائية، وأيضا إذا في أي شيء ما يعني ما يتردون في التواصل معنا، رقم مجاني عندنا على مدار الساعة طول اليوم والأسبوع اللي هو 800-342. والحين إذا عندهم أي أسئلة أو استفسارات بخصوص كورونا يرمون يكلمون الرقم المجاني على الواتساب. فهاي من ضمن الأشياء اللي يعني اللي كانت يعني طب مثلا متداولة يوم أمس. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء، شكرا جزيلا لك، ما قصرتي. ومستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي بأن موضوع التبرع بالدم موضوع مهم وموضوع إنساني، وبالأخص في الفترة هاي موضوع أيضا وطني، في هناك الكثير من الناس محتاجة إلى الدم، والمركز التبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي يستقبلكم في التبرع، وأيضا كل الإجراءات الاحترازية والوقائية أيضا والتعقيمية موجودة في المركز، والمكان آمن، وندعو من الجميع إن شاء الله التوجه إلى مركز دبي التبرع بالدم للضرورة.
مستمعين الأعزاء، بناخذ فقرتنا الثانية لهذا اليوم، فقرة التغذية، وبتكون معنا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة لمياء مصطفوي. صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور والسرور. هلا استاذ عبد الله. الله يحييك أستاذة لمياء. نحن يعني أكثر من حلقة تكلمنا عن مواضيع مختلفة، تحدثنا عن الأكلات اللي ترفع مناعة جسم الإنسان، ونمط الحياة أيضا يرفع من مناعة جسم الإنسان، الأكل الصحي، النوم الصحي، الرياضة. اليوم موضوعنا جميل معك، الروب اليوناني. حابين نسمع منك شو خصائص هذا الروب وشو فوائده. زين، بتكلم أنا عن الروب اليوناني مثل ما تفضلت أنت، وقامت الحين هي مش بس صيحة غذائية جديدة، بس هي أصلا يعني روب يستفيد منها الناس، وهو في لها خصائص وايدة. زين، قبل ما أنا أتكلم عن خصائصها، هي كيف تسوت الروب، كيف هي تستوي. يعني نعم هي مثل أي روب عادي، بس يتم تصفية المياه منها، الماي الزايد واللاكتوز والمعادن، هالأشياء يتصفى منها، فتحسون أصلا الطعمة يعني تحتوي على الدهن أقل، سكر أقل، والكربوهيدرات أقل. نعم وهي أصلا كما أن الحموضة تسهل في الجسم امتصاص العناصر الغذائية منها. يعتبر الروب اليوناني السادة طبعا اللي بدون نكهات، وجبة خفيفة صحية مغذية تحتوي على وايد من العناصر. إنزين، مثل شو؟ يحتوي أول شيء إنها تحتوي الحصة المتوسطة منها تساوي 12 إلى 17.3 جرام من البروتين. وفي دراسة تقول إن تناول كوب واحد من الروب اليوناني السادة هي نفسها من الحصص الثلاثة، يعني مثلا كوب واحد تساوي 3 حصص من الكوب. يعني لو الشخص أخذ كوب واحد من الروب اليوناني كأنه ماخذ معدلة من اليوم بكبره. بس نعم طبعا لازم تكون المعدل هذا يا هي قليلة الدسم أو قاسي الدسم. إنزين، ويوجد أشخاص اللي يعانون من حساسية تجاه اللاكتوز، أو اللي ما يتحملون اللاكتوز، يون الروب اليوناني يأثر في الهضم، لأنه فيها بكتيريا لأنها تنهار البكتيريا اللي في سكريات الحليب. الحين يعتمد الروب اليوناني إن فيه وايد بروتين من الحليب الروب العادي، ويستخدم البروتين عشان يبني العضلات، العظام، الجلد، الشعر، والدم. والبروتين يعد أحد العناصر الغذائية الثلاثة اللي تمدنا بالطاقة، وهو إنه ينقل المواد مثل الأكسجين من خلال أغشية الخلايا. وأي إنسان يحتاج إنه يحافظ على كتلة العضلية بجسمه مع التقدم، بالعمر، يحتاج إلى اللي يتقدمون بالعمر لعمرهم فوق 65، يحتاج إلى معدل ما يتراوح بين 1 ل 1.2 جرام لكل كيلوغرام من وزن زائد. نعم وبعدين يعتبر الروب اليوناني مصدر كبير حق اللي حق البروتين، خاصة إذا كان الشخص هذا نباتي. نعم الحين أستاذ لمياء، عندنا بس مداخلة أو سؤال، تفضل. وين يتوفر الروب اليوناني، وهل بالإمكان أن نحن نخلطه مع مثلا فواكه؟ هي نعم، الروب اليوناني موجود في الجمعيات، في السبنس، في كل مكان موجود الروب اليوناني، واحنا بامكاننا نخلطها بالفواكه، بالناس يخلطونها بالشوفان. بالعكس هي واجد تفيدنا، هي مثل وجبه يعني كامله، حتى ناس يستخدمونها كفطور، وجبه يعني الظهر او متوفر وجبه هو العشاء، أختي كل لمياء؟ مكان متوفر. نعم هي ممتاز، نعم، في كل مكان متوفر لأن يمكن بشكل. بعض الناس يعني يسمعون أن يوناني يمكن لازم نيبن احنا من اليونان. لا لا، هي بالانجلش اسمها حتى جريك، جريك جريك يوغرت. يوغرت، صح هي ممتاز. نعم. انزين الحين في الروب هذا في له محتوى البروبايوتيك، اللي هي تساعد اول شيء بشرح لكم انا شو البروبايوتيك. البروبايوتيك هي بكتيريا تساعد على تعزيز الصحة، الجهاز المناعي، وتحد من مشاكل المعدة مثل الإسهال والآلام المعدة اللي الواحد يعاني منها. نعم
زين. بعدين هي مصدر رائع للكالسيوم، وين الكالسيوم هو مفتاح لبناء العضلات ومساعدة الأجهزة الحيوية في الجسم على أداء وظيفتها على أكمل وجه. ويحتوي حصة واحدة من اليوروب اليوناني على 18.7% من الجرعة الموصى باستهلاكها اليومية من الكالسيوم. ويعد الروب اليوناني بمثابة خيار ممتاز لكبار السن مثل ما وضحت أنا من ساعة، اللي يرغبون بالحفاظ على صحة عظامهم. نعم. وبعدين يحتوي على بنفس الوقت البوتاسيوم اللي يوازن الصوديوم. الروب الحصة واحدة من الروب اليوناني فيها 6.8% من الجرعة الموصى بها يوميا من البوتاسيوم، ويساعد البوتاسيوم على تخفيض مستويات الضغط الدم وتحقيق التوازن بين مستويات الصوديوم في الجسم. نعم. شيء ثاني بعد بتكلم عنه أنا، اللي هو الأخير، اللي هو إنه يوفر وجبة خفيفة مثل ما تكلمت من ساعة أنت، ناس ياخذونها بعد الرياضة. وايد هي وجبة خفيفة وصحية، وبعد الرياضة. ليش؟ لأنه يعطينا الطاقة اللي احنا فقدناها طول الرياضة، طول فترة الرياضة هذه. نعم. وهي مو وهي يعني مو بس تسوي تشب تخلينا نشبع، وتخلينا تحسسنا بشعور الشبع والامتلاء، حتى وجبة اللي هي وجبة الغداء أو العشاء إذا كانت هاي سناك. هي أصلا تحتوي على البروتين اللي يمكن إتلافه وقت تليف في العضلات الناتجة عن ممارسة الرياضة. سلامتكم. نعم. أستاذة لمياء مصطفوي، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. الله يسلمك. مستمعينا الأعزاء، مثل ما تفضلت الأستاذة لمياء مصطفوي بأن الروب اليوناني مفيد للجسم، وننصحكم بإضافته كحصة غذائية أثناء الوجبات. ومثل ما ذكرت الأخت لمياء مصطفوي بأن هناك فوائد كثيرة بالنسبة للروب اليوناني، ويزيد أيضا مناعة الجسم. مستمعينا الأعزاء، قبل لا نطلع الفاصل أحب أذكركم بأن بتكون معنا إن شاء الله في الفقرة الثانية الدكتورة أسماء الأميري، أخصائية طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، وموضوعنا بيكون عن الكورونا فيروس وتوعية الأطفال. فخلكم ويانا إن شاء الله، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية، رجعنا لكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. أحب أذكركم مستمعين الأعزاء للتواصل معنا على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006، وموضوعنا بيكون اليوم عن الكورونا فيروس وتوعية الأطفال. طبعا مستمعين الأعزاء، حديث الساعة في العالم كلها الآن عن الكورونا فيروس المعروف باسم كوفيد-19، والوقاية دائما مثل ما تعرفون مستمعين الأعزاء خير من العلاج، وهذا هو طبعا نهج هيئة الصحة بدبي دائما تجاه جميع الأمراض، حيث تتبنى هيئة الصحة بدبي منظومة متكاملة وشاملة للرعاية الصحية، أساسها طبعا الوقاية. وهي تعمل هيئة الصحة بدبي بشكل متواصل لتنمية الوعي المجتمعي بمختلف القضايا والمشاكل الصحية، ومن ضمنها طبعا المشكلة العالمية الحالية المتصلة بالكورونا فيروس. وأيضا تتخذ هيئة الصحة بدبي يعني جميع المعايير المعمولة بها عالميا، وجميع التدابير اللازمة لهذا الفيروس وحماية المجتمع منه، إلى جانب أخذ كل الاحتياطات التي تحفظ للناس سلامتهم أيضا وصحتهم. حديثنا المستمعين الأعزاء اليوم عن توعية الأطفال بكورونا فيروس، ويسعدنا للحديث عن هذا الموضوع أن تكون معنا الدكتورة أسماء الأميري، أخصائي طب الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي. دكتورة أسماء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحت الله بالنور والسرور أخوي. الله يحييك دكتورة. دكتورة، لو تعطينا نبذة تعريفية سريعة عن الكورونا فيروس وأهم أعراضه. طبعا نفس ما تفضلت، فيروس كورونا هو موضوع الساعة وحديث الساعة، وهو فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 من سلالة كورونا،
أعراض الفيروس تكون إما أحيانا ما تشكل أي أعراض وتكون لدى الإنسان بدون أي أعراض تذكر، أحيانا تكون الأعراض بسيطة مثل سعال أو زكام عادي، أحيانا تكون متوسطة مثل ارتفاع بسيط في درجة الحرارة مع كحة، أحيانا نادرة جدا تكون الحالات شديدة تشكل ضيق في النفس مع كحة شديدة وارتفاع شديد في درجة الحرارة. نعم دكتورة أسماء، الفترة الحالية مثل ما تعرفين فترة يعني جدا مهمة، وبالأخص لفئة الأطفال. نحن حديثنا اليوم معك دكتورة عن توعية الأطفال. ماذا عن توعية الأطفال؟ كيف نتحدث معهم عن كورونا فيروس، وشو اللي ينبغي أن نعرفهم عن هذا الموضوع؟ طبعا نحن قبل ما نتكلم عن الأطفال خصوصا نتكلم أن رسائل التوعية مهمة جدا جدا، مثل ما تفضلت أخوي في بداية الحلقة نعم أن الوقاية هي أهم من العلاج، نعم فرسائل التوعية مهمة، وأشكر بدوري طبعا دوركم وجهودكم في نشر التوعية بين أفراد المجتمع. إذا تكلمنا عن الأطفال بالذات، الأطفال لازم وقت التوعية أن نحن نستخدم لغة بسيطة جدا، واللغة هاي تناسب عمر الطفل. بعطيك مثال عليها، يعني مثلا الطفل ما بيفهم شو معنات كوفيد 19، الكلمة كبيرة شوية عليه، فنستخدم مثلا نقول له عبارة عن فيروس وعبارة عن كائن صغير جدا، نحن ما نقدر نشوفه بعيوننا لأنه حجمه جدا صغير، النظافة وغسل اليدين نحن يمكن نقتل الفيروس هذا. إذا نحن أكلنا أكل صحي، اتبعنا التعليمات، أجسامنا بتكون قوية جدا وبتكون قادرة على محاربة الفيروس والانتصار عليه. بهاي نعم اللغة البسيطة يمكن نحن نوصل المعلومة أسرع للطفل. نعم أيضا دكتورة أسماء، مهم جدا يعني في الفترة الحالية وجود العائلة أو الأسرة في البيت مع الأطفال. والنقطة الثانية مثل ما تفضلتي بأن لابد أن أيضا أسلوب الحوار يكون يعني مناسب للوقت، مناسب للجو، ومناسب لحتى دكتورة عمر الطفل. يعني لابد أن الأم تعرف بأن يعني كيف توجه المعلومات هاي لطفل عمره 2 أو لطفل عمره 10 سنوات أو 12 سنة، أو كان طفل يعني عمره 13 أو 14 سنة. نفس دكتورة ما نعم تفضلنا، احنا يمكن نستخدم ادوات مشوقه، يعني الطفل يمل من الحديث العابر، يمل من كثره الكلام، فيمكن احنا نستخدم مثلا قصص تكون موجوده فيها رسومات، يمكن يشاهد الطفل فيديوهات، يمكن نضرب امثله مثال للطفل. ونفس ما تفضلت اذا كان الطفل اكبر في العمر، نحن يمكن حتى نقدر نزود الطفل هذا بمصادر موثوقه يمكن انه يقرا من خلالها. نعم أيضا دكتورة أسماء، تفضلتي بأن الرسائل التوعوية مهمة جدا. طبعا الأطفال اليوم يعني يتابعون الأخبار بشكل يعني مستمر على القنوات، حتى الأخبارية والفضائية والمواقع الإلكترونية المختلفة. وبطبيعة الحال أكيد دكتورة أسماء هذه يتأثرون يعني بالوضع اللي صاير، أو يمكن في بعض الأحيان بالخوف الشديد. كيف يتم تجنب الأطفال من الهلع من الفيروس كورونا أو من الوضع الحالي؟ بالطبع نحن عندنا الصحة النفسية مهمة جدا للطفل، مو بس من خلال انه يشوف اشياء ويبتدي يسمع ويخاف، لكن ايضا تغير الروتين، الطفل الروتين عنده بالكامل تغير، بدال ما قام يطلع ويشوف اصدقائه ويروح المدرسة، وفي الاجازة نهاية الاسبوع يروح للالعاب، يروح لزوارة العائلة، بدأ طول وقته هو موجود في المنزل. فبالطبع يعني الصحة النفسية للطفل موضوع جدا مهم لازم مناقشته مع الكوفيد 19. كيف نحن نتعامل معه؟ أولا دور الأهل في التثقيف، نحن الطفل بطبيعته عنده فضول ودائما يسأل ودائما يطرح أسئلة، فلازم نحن نشبع فضول الطفل بالإجابة على أسئلته نفس ما تفضلت قبل بطريقة بسيطة ومبسطة للطفل. والتعبير طبعا نحاول أن الطفل يعبر عن مخاوفه ونحسن الاستماع، يعني إذا الطفل كان خايف من شيء نحن لابد أن نحن نقدر هاي المخاوف وما نتجاهلها، ونحس الطفل أنه يعبر عليها ونستمع جيدا له. الشيء الثاني قلنا إذا الطفل كان أكبر لابد أن نوجهه للمصادر الرسمية، وأعطي مثال، هيئة الصحة في دبي عندها الإنستغرام يقوم بعرض رسائل توعوية بطريقة بسيطة جدا للطفل، ويمكن أن توصل المعلومة بطريقة مبسطة. نعم الشيء الثاني نحن لابد ان نشتت تفكير الطفل في امور هو يحبها،
يعني مثلا إذا كان الطفل يحب الرسم، نحاول أن نشغل تفكير الطفل بالبحث عن شيء جديد يرسمه، فنشغل تفكيره. الشيء الثاني، احنا لابد ان نتجنب ان احنا دائما كلامنا وحديثنا في البيت يكون متركز عن المرض وكوفيد وكورونا، بل احنا نتوجه ان احنا نسولف معاهم عن امور ثانية، ذكريات جميلة حدثت في السابق، مواقف مضحكة مرت علينا. وايضا مهم ان احنا نشعر الطفل بالامان من خلال تكرار جمل ايجابية، يعني مثلا اقول حق الطفل نحن دائما معاك، لا تخاف، في ناس قاعدة تشتغل على الموضوع، إن شاء الله نحن بننتصر، نحن صحيح. أقوى من المرض، الله معنا. كل هاي الكلمات الإيجابية تعدل من نفسية الطفل في الوضع اللي قاعدين نحن نعيشه. نعم، أيضا دكتورة مثل ما تفضلتي بأن دور الأم ودور الأب خلال المرحلة هاي مهم جدا، مثل ما ذكرنا بأن الأم لابد أنها تكون مثقفة والأب لابد أن يكون أيضا مثقف، وحتى الأخوان يعني والخوات مفروض يكونون مثقفين على أساس أنهم يعني يوصلون المعلومة دكتورة للطفل بالشكل الصحيح ومثل ما تفضلتي بالشكل اللي يناسب يعني عمر الطفل. أكيد. أولا طبعا دام احنا ذكرنا الأمهات والآباء، نحن نقدم شكر كبير للمجهود الكبير اللي الأهالي قاعدين يقضونه مع أطفالهم في المنزل، مع التعلم عن بعد، مع أن نعم الأطفال موجودين في المنزل 24 ساعة معاهم، وطبعا جهودهم تشكر عليها. الشيء الثاني اللي أنا حابة أذكر فيه أن نحن دائما نتذكر أن نحن قدوة للأطفال في المنزل. صحيح نحن إذا التزمنا بالتعليمات الصحيحة، الطفل بيقلد حركاتنا وبيقلد الأشياء اللي نحن نسويها لا إراديا، بدون حتى ما نبذل مجهود. يعني بمجرد أن نحن التزمنا باللوائح والإجراءات اللي مقررة من دولتنا الحبيبة، إن مثلا عدم الخروج للمنزل إلا عند الضرورة، الطفل بمجرد أنه يلاحظ أن نحن ملتزمين بالتعليمات، قبل الأكل قمنا غسلنا إيدنا بالطريقة الصحيحة، استمرينا 20 ثانية، الطفل يلاحظ كل هالأشياء الدقيقة وبالتالي يقلدها بدون ما نحن نبذل أي مجهود. فالقدوة الحسنة هي عامل أساسي، ونفس ما تفضلت أحيانا المجهود يكون كبير على فرد واحد من الأسرة، إذا كانت مثلا الأم أو كان فقط الأب. فإذا اشتركنا نحن كلنا، الأم، الطفل، إذا كنا ساكنين في بيت عائلة كبير، الجد، الجدة، الأعمام، العمات، الخوان الأكبر، إذا الكل شارك في التثقيف والتوعية والالتزام بالقوانين، بتكون طبعا النتيجة إيجابية وأكبر بإذن الله. نعم، وأيضا دكتورة مهم يعني الكلام اللي تفضلتي فيه أيضا مهم جدا، لأن اليوم لابد أن الكل ياخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل يعني اهتمام، فتواصلنا واهتمامنا وتعاملنا يعني مع الأطفال في هذا الموضوع أيضا بيعزز عندهم موضوع يعني عدم الاستهتار أو عدم الاهتمام في هاي الأمور. أكيد أكيد، هم متى ما شافوا الأهل ماخذين الموضوع بجدية نعم وماخذين القوانين الاحترازية بجدية، هم بالتالي يقلدون. في النهاية هو طفل ويكتسب المهارات من الأشخاص اللي موجودين حوالينا، وطبعا نحن في هالوقت ما نخاف وايد من التأثير الخارجي، لأن الطفل أغلب وقته مع أفراد الأسرة، فهم عندهم التأثير القوي على الطفل. صحيح. أيضا دكتورة يعني وجود الأطفال اليوم في البيت وموضوع يعني منذ بدأ التعليم عن بعد، كيف يمكن استثمار الوقت في تعليمهم؟ قواعد النظافة مثل ما تعرفين دكتورة، قواعد النظافة السليمة والتعقيم يعني له أهمية قصوى في الوقت الحالي. أكيد أكيد، يمكن نحن مثلا نخلي الطفل يقوم بمساعدة الأم وقت التنظيف فيتعلم منها الخطوات الأساسية. الشيء الثاني يمكن أن نحن نعزز مهارات البحث عند الطفل، فنقول له مثلا أنت اليوم عندك مهمة أن أنت تبحث عن مثلا الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي، وبعدها يتجمعون الأطفال كلهم ونخليهم مثلا كمسابقة أن الحين أنتوا طبقوا اللي بحثتوا عنه، كيف عملية تنظيف اليد بالطريقة السليمة، ويطبقونه، ومثلا الفايز يحصل على مسابقة. بس أخوي أبا أنبه على نقطة وايد مهمة، نحن ما ننسى أن الأطفال ما يدركون خطورة المواد اللي موجودة في المعقمات، نعم فلازم ننتبه على نقطة أن نحن أعرف البيوت الحين ما شاء الله مليانة بالمعقمات وأدوات التنظيف، صحيح لازم ننتبه أنها تكون بعيدة عن متناول الأطفال، وبالذات الأطفال الصغار جدا اللي ما يميزون خطورة الأشياء.
الشيء الثاني، في عدد كبير من الأطفال عندهم الأكزيما، وكثرة استخدام المواد هاي يمكن تهيج لهم الأكزيما. الشيء الثاني، في أطفال عندهم الربو أو الحساسية الصدر، فأيضا استخدام المهيجات هاي بصورة كبيرة في المنزل مع وجود الطفل في المنطقة خلال وقت التنظيف يمكن يهيج عندهم الأمراض التنفسية هاي. فمهم جدا أن نحن أيضا ننتبه لهاي النقاط الصحية عند الأطفال. نعم دكتورة أسماء الأميري مخرجنا طالب أن نطلع فاصل قصير، بنرد معاك إن شاء الله وبنكمل المحاور وحديثنا معاك عن كورونا وتوعية الأطفال. فمستمعينا الأعزاء بناخذ فاصل إن شاء الله وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية، رجعنا لكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. أحب أني أذكركم مستمعينا الأعزاء معنا الدكتورة أسماء الأميري، اختصاصي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، وموضوعنا معها اليوم كورونا فيروس وتوعية الأطفال. يمكنكم التواصل معنا على 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. ويا مرحبا بك وسهلا دكتورة أسماء الأميري. أهلين. الله يحييك دكتورة. قبل لا نطلع الفاصل كنا نتكلم ان الاطفال في الفترة هاي يعني عندهم بدء التعليم عن بعد، وكيف نحن نستثمر الوقت في تعليمهم، وبالاخص دكتورة مثل ما تكلمنا عن قواعد النظافة، لان اليوم النظافة مهمة جدا، النظافة السليمة والتعقيم واهمية ذلك في الوقت الحالي مع الكورونا فيروس. طيب، في البداية نحن نقول أن التعليم عن بعد نستخدم نحن في أجهزة إلكترونية. تقريبا الطفل يتم حوالي 7 ساعات على الأجهزة الإلكترونية، فبعد ال7 ساعات هاي نحن نحاول أن نبعد الطفل قدر الإمكان عن الأجهزة الإلكترونية عشان ما تسبب له أي أضرار أو مشاكل صحية نحن نكون في غنى عنها. الشيء الثاني قلنا استثمار الوقت. استثمار الوقت لازم يكون في أشياء مفيدة وأشياء متنوعة على حسب الطفل شو يحب. فنقدر ان احنا مثلا نطور اي مهارات للطفل مثل الرسم، الطبخ، القراءة. طبعا الامور الدينية ايضا مهمة جدا في هالوقت، يمكن ان مع اقفال المساجد الطفل يصلي، رب الاسرة يصلي جماعة مع الابناء في المنزل نعم فياخذون منها هاي العادات كلها. كل هاي الامور اللي احنا نقدر نشغل فيها وقت الطفل مع وجوده في المنزل. ممتاز دكتورة. نحن أيضا يعني خلال الحلقات السابقة تكلمنا مع الخوات اللي في قسم التغذية وتثقيف هيئة الصحة بدبي عن الأكل ونمط الحياة اللي ممكن من خلاله يزيد المناعة لدى البالغين. نستغل وجودك دكتورة معانا اليوم ونتحدث معاك يعني بسبب وجود الأطفال في البيت اليوم 3 وجبات موجودين لفجوة الريوق والغداء والعشاء، شو تنصحين دكتورة وتنصحين الأهل بالأكل اللي مفروض يركزون عليه في الفترة الحالية على أساس أنه يزيد مناعة الأطفال؟ طبعا نحن هذا أكثر وقت نحن محتاجين قوة المناعة لدى الطفل، وطبعا المناعة تتكون بشيئين أساسيين اللي نعم هي نمط الحياة الصحي المكون من أكل صحي مع الحركة البدنية. فنحن نحاول ما نهمل أيضا الجزء المتعلق بالحركة البدنية، نحاول أن نشغل وقت الطفل في الحركة البدنية بأي نشاط بدني هم يحبونه. يعني مثال عليه نلعب كرة قدم مع الأطفال برا، نلعب معهم حتى ألعاب بسيطة مثل كوك خش يمكن أن هي تحرك النشاط البدني لدى الطفل. نتكلم على الأكل، الطفل المفروض يأكل 5 وجبات أساسية، 3 وجبات أساسية بينهم وجبتين صغار أو سناك، فتوتال تكون 5 وجبات في المنزل مثل ما تفضل. الدور هني نفس ما نحن قلنا قبل، لأن الطفل موجود طول الوقت في المنزل فالتحكم أصلا يكون أسهل. يعني قبل الطفل يقضي 7 ساعات في المدرسة نحن ما نعرف شو طريقة أكله، يمكن يأخذ من مقصف في المدرسة، لكن الحين الطفل متواجد معانا طول الوقت في المنزل. صحيح. في شيء أساسي لازم الأهل يتبعونه، هي عدم إدخال المأكولات الغير صحية للمنزل، لأن مثل ما تفضلنا أن الطفل موجود فيمكن بسهولة هو يوصل للمطبخ للثلاجة، عنده وقت فراغ مو بعارف شو يسوي. فإذا فتح الثلاجة وما شاف أي أكل غير صحي فهو طبعا بياخذ له أي فاكهة أي خضار موجودة من الثلاجة وبياكلها.
فأول شيء اللي هو الابتعاد عن إدخال الأكلات الغير صحية للمنزل. الشيء الثاني إن إعداد الوجبات الصحية طبعاً، فوجبة الطفل الأساسية لازم تكون مكونة من 3 أشياء أساسية، جزء بسيط منها كارب، وجزء ثاني يكون عبارة عن خضار أو فواكه، والجزء الأخير عبارة عن بروتين مثل السمك، اللحم، الدياي. من بينهم طبعا الوجبات الخفيفة، من بين الـ3 وجبات أساسية وجبتين خفيفة، يمكن تكون عبارة عن صنف من الفاكهة أو الخضروات، يمكن يكون عبارة عن مكسرات. نعم، أيضا دكتورة يعني نبغيك تنصحين الأمهات بالأخص أن لابد أن يكون هناك يعني الأم عندها بعض المهارات بأن كيف تنمي وعي أطفالها تجاه الأنماط الغذائية السليمة، لأن تعرفين دكتورة اليوم أعمار الأطفال يعني كل عمر وله يعني اختلاف في الفهم واختلاف في التقبل للمعلومات واختلاف في الحديث أيضا معه، فلو تحدثينا دكتورة ببعض المهارات تنصحين فيها الأمهات أن كيف الأم تقدر نتوعي أو تثقف طفلها اتجاه يعني نمط غذائي سليم وبالأخص في هذا الوقت. طيب، نحن اولا يعني نفس ما انت تفضلت سابقا ان لازم الام نفسها اولا تعزز الثقافه عندها، لازم الام بنفسها تبتدي تقرا عن الاكل الصحي للطفل، نمط الحياه الصحي للاطفال، نوع الاكل للاطفال. وطبعا نفس ما تفضلت مع اختلاف الاعمار، انا بركز على فئه نسيناها شويه اللي هي فئه الرضع. فئه نعم الرضع، الرضاعه الطبيعيه مهمه جدا لتعزيز مناعه الطفل، فنحث على الرضاعة الطبيعية في هاي الفترة، الابتعاد عن الفورميلا ميلك لتعزيز مناعة الطفل. طبعا بعدها الطفل بعد الـ6 شهور يبتدي ياكل، في هاي المرحلة نحن نبتعد عن المواد المحفظة نهائيا، نحاول ان نحن نعد الاكل في المنزل قدر الامكان. الاكل يكون صحي غني بالخضار بالفواكه اللي فيها الفيتامينات اللي تعزز مناعه الطفل. طبعا من عقب عمر السنه الطفل يبتدي ياكل من اكل البيت، فمتى ما كان اكل البيت صحي غذاء الطفل بيكون صحي. متى ما كنا نحن في البيت اكلنا عباره عن ابتعدنا عن الدهون، اعتمدنا على الاكل المشوي، ابتعدنا عن الحلويات، ابتعدنا عن السكريات، الطفل بيتبع نظام الصحي للمنزل. فهالشيء مهم جدا ان نحن ما نطبق نظام صحي على اشخاص معينين في المنزل. اذا اتبعنا النظام الصحي لكل افراد البيت وكان نمط حياة الافراد كلهم، يسهل ان الطفل ياخذ المهارات هاي ويكتسبها. صحيح. أيضا دكتورة يعني اليوم مهم جدا بأن وجود الأطفال في البيت لابد أنهم يشعرون بالهدوء، يشعرون بالأمان، حمايتهم طبعا حماية الصغار دكتورة مسؤولية الأم ومسؤولية الأب. كيف دكتورة ممكن أن نحن ننصح الأم والأب بأنهم يجعلون الأطفال يشعرون بالأمان وعدم الخوف من الكورونا فيروس؟ طبعا نحن مثل ما قلنا قبل، اولا نعزز ثقه الطفل في قوانين الدوله، نقول له ان نحن هناك جنود تبذل مجهود جباره كي نعم تحافظ على امن الدوله وكي تحافظ على امننا وشعبنا، لذلك نحن لابد ان نحن نطمئن ونتبع الاجراءات الاحترازيه اللي قاعده الدوله تنفذها عشان نحن نكون بامان. الشيء الثاني نعزز ثقته فينا نحن كأهل موجودين، نحن دائما هني معاكم، نحن دائما حوالينكم، لا تخافون. اذا نحن اتبعنا الاساليب الاحترازيه هاي نحن ان شاء الله ما بنتعرض لمشاكل. نفس ما قلنا قبل، نعزز بلغات بسيطه، يعني اذا نحن كان جسمنا قوي وصحي، اذا اكلنا اكل قوي وصحي، نحن بنقدر نقاتل الفيروس هذا، بنقدر نحن نتغلب عليه وننتصر عليه. بهاي الاساليب البسيطه يمكن ان نحن الطفل يشعر بالاطمئنان. الشيء الثاني، نحن نفس ما قلنا قبل، نحاول ان الحديث في البيت ما يكون دائما متركز على الامراض والكوفيد صحيح والانتشار، يعني نخصص له طبعا وقت معين من الوقت، اذا الطفل كان عنده اي تساؤل، عنده اي استفسار، نحاول نحن نجاوبه بطريقه بسيطه، نعم لكن نحاول شويه التفكير الطفل شويه نشتته بامور ثانيه هو يحبه. نفس ما قلنا قبل، مثلا شو رايك اليوم انت تبحث عشان الطفل يبتدي يشغل تفكيره، شو رايك انت اليوم تبحث وتدور لنا عن طريقه نحن نستثمر فيها وقتنا، دور لنا لعبه جديده نحن ما جد لعبناها في البيت عشان نحن نقدر نلعبها. فالطفل بهالطريقه هو بيبحث وتفكيره بيكون متشتت في اشياء اخرى وبيستمتع في اللعبه اكثر، لانه هو اللي جايب اللعبه هاي وهو اللي مفكر فيها.
صحيح. الشيء الثاني طبعا نحن نشغل الخوان الاكبر انهم يهتمون في الاصغر بعد، اذا كان عندنا مثلا طفل فوق ال10 سنين، عندنا اطفال ثانيين صغار، يمكن نحن نعطيه مهام بانه يرعى الاطفال الاصغر او انه يثقفهم او يعلمهم باسلوب ثاني، لان الاطفال بالاغلب يسمعون من بعض اكثر. فيعني يمكن اذا نحن وجهنا طفل ال10 سنوات انه ينصح اخوه اللي عمره 4 سنوات، يمكن المعلومه توصل له بطريقه اسرع. صحيح. أيضا دكتورة، يعني موضوع الصراحة أنا أتوقع أنه مهم جدا، لأن الطفل دائما نحن نعرف أن الأطفال بشكل عام أذكياء ويحللون الأمور بطريقتهم الخاصة، وكل واحد على حسب عمره. وأنا ما أتوقع دكتورة من العيب أن نحن نصارح الأطفال اليوم ونكشف لهم يعني حقيقة الأشياء اللي موجودة، وبالأخص عن يعني ال الوباء اللي موجود الحين، لأنه ضروري أتوقع معرفة يعني طريقة إيصال يعني. بس أهم شيء أنه مثل ما ذكرتي أنت دكتورة، أنه يعني ضروري يعني طريقة إيصال المعلومة هاي وكيفية يعني بأنها تتناسب مع الأعمار. أكيد نحن في طريقة، مثلا إذا الطفل جانا وقال لنا أن مثلا أنا سمعت أن في دولة مثلا صار عندها هالعدد من الوفيات أو في شيء، أن نحن بدل ما الطفل يركز على المشكلة نفسها هو يركز على نحن كيف نبتعد أن نحن نسبب المشكلة هاي، فشو كان أسباب المشكلة وكيف أن نحن نبتعد أن المشكلة هاي تستوي. يعني مثلا إذا نحن التزمنا بالتعليمات، إذا نحن نفذنا الأشياء المطلوبة علينا، يمكن أن نحن نتجنب المشكلة هاي أنها توصل. ما نتجاهل طبعا أسئلة الطفل، مهما كانت أسئلة الطفل أحيانا نحسها بسيطة، أو إذا حتى نحن ما كان أحيانا الأمهات ما يكون عندهم القدرة على الإجابة لجميع أسئلة الطفل، يمكن أن الأم بنفسها تبحث وتدور عشان يكون عندها جواب شافي يشبع فضول الطفل هذا. صحيح. دكتورة أسماء الأميري، اختصاصي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. استمتعنا الحقيقة يعني بالحديث معك، معلوماتك الطيبة، شكرا لك وما قصرتي. والشكر لكم لدوركم الفعال في توعية جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن أعمارهم ومستواهم التعليمي. العفو، شكرا. شكرا. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم. أحب أني أذكركم مستمعينا الأعزاء، الأسلوب أو أسلوب الحياة الصحية مهمة بشكل عام، وبالأخص في الوقت الحالي. اتباع يعني برامج غذائية سليمة، الرياضة مهم. أيضا احنا تحدثنا اليوم عن موضوع مهم جدا، الكورونا وتوعية الأطفال، الحفاظ على صحتهم، حفاظ على وجودهم يعني في مكان هادئ، الصراحة معهم، إعطائهم المعلومات اللي يحتاجونها مثل ما ذكرت الدكتورة أسماء الأميري، كل على حسب عمره. فإن شاء الله نشوفكم على خير الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي وشكرا لفريق العمل، مخرجنا المبدع أيمن سرحيل، والأخ الفاضل في التنسيق والمتابعة محمد عمر. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.